رغم الأرقام الإيجابية في استطلاعات الرأي، إلا أن هاريس على موعد مع تحدي آخر، فالانهيار الاقتصادي الذي ألم بالأسواق العالمية قد ينهي شهر العسل لحملتها، ويمنح ترامب دفعة قوية وفق أكسيوس. الركود والحرب ستكون أبرز أسلحة الجمهوريين ضد هاريس، حيث يعتزمون تصويرها باعتبارها الرئيسة الحالية ويعتزمون تحميلها مسؤولية كل أزمة هناك. كما غمر كبار حلفاء الرئيس السابق ترامب وسائل التواصل الاجتماعي بعبارة حادث كمالا ومقاطع فيديو لها وهي تروج للسياسات الاقتصادية لبايدن، حيث تركزت حملة ترامب بدرجة كبيرة على انتقاد إدارة بايدن خاصة في المجال الاقتصادي، إذ كثيراً ما وصف المرشح الجمهوري أداء بايدن بأنه كارثي. كشفت إحصائية مكتب العمل الأمريكي أن نمو الرواتب تباطأ في يوليو إلى 114 ألف وظيفة، بينما ارتفع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.3%. كما أن ترامب في يناير الماضي حاول أن ينسب لنفسه الفضل بارتفاعات السوق القياسية، مدعيا أن المستثمرين كانوا يضعون في الحسبان استطلاعات الرأي التي توقعت بأنه سيهزم بايدن. بعيداً عن الأسواق العالمية، فإن هاريس أمامها أيضاً عائق آخر، وهي الحرب التي تلوح بالأفق في الشرق الأوسط والتي قد تؤثر على حملتها، فهي لا تزال نائبة الرئيس ولا يزال عليها مهام لتؤيدها.